الطلاب راح أنفذ إعاز الانترسكت من خلال تقاطع الجسمين اللي قبل قليل عملتهن. اختار إعاز الانترسكت، اختار الجسم الأول والجسم الثاني. طبعا هنا مؤشر على انه both create both من خلال اثنيناتهم. اختار هذا الاوبشن الانترسكت، هنا اشوف تطلع لي هذه القائمة. هذه القائمة تعني انه قسمت مناطق الجسمين الى اربع مناطق، four regions. الريجن الاول من اشر هنا اعزائي راح يبدي يختفي الجزء اللي اشرت عليه، شوف اختفى هذا الجزء، يرجع اختفى هذا الجزء، اختفى الجزء بالاسفل، يبقى عندي هذا. الان طلع عندي الضلع الخاص بالعتلة واللي صار من خلال التقاطع اللي صار ما بين الجسمين. انا اقول له اوكي، ابدي ارسم التفاصيل الاخرى. طبعا هنا عندي اكسترود اخر على شكل اسطوانة، اختار هذا السكيتش، رسم الدائرة. طبعا هذه الدائرة راح تكون مطابقة مع الدائرة السابقة. اوكي، انا اقول له اكسترود. اتجه للأعلى واتجه للأسفل. الاكسترود مقداره اخذه راح يكون حسب ما موجود امام من الابعاد 0.38 زائدا 0.75. اوكي، بعد يبقى عندي اسوي هذا البوليجون شكل مضلع، اختار سكيتش، اختار رسم المضلع، السنتر مالت الدائرة هو نفس سنتر المضلع. طبعا أبعاد المضلع تعتمد على الدائرة المحاذية الخاصة به. أقول له أوكي، أبعاد هذا المضلع أشوف 38 من الجهتين، راح يكون 2.2 ناقصا 2 في 0.38. هسه اطلع من هذا السكيتش واقوم ب اكسترود كات ثروت او اشر اوكي. تأكد
نتأكد من الأبعاد نرجع خطوة للوراء صار عندنا خطأ بالبعد الخاص بالبعد هذا راح يكون 5 × 6 × 2 اطلع من هذا السكتش والسترون اشير على رسم السكتش واقول لك سترون كات اوكي جيد كملت هذا الجزء هسه اجي على هذا الجزء ارسم هنا دائرة شو لا ما عندي فلت لا عندي بهذا الجزء ارسم اختار هذا السكتش دائرة اختار المنتصف كبر الصورة سمارت دايمنشن او 75 اطلع من هذا السكتش ارتفاع هذا السكتش العفو اكسترود 0.05 بعد عندي فلت لكن قبله عندي هنا ثقب نافذ على طول هذه الاسطوانة اختار سكتش هنا اسم الدائرة أبعاد هذه الدائرة قطرها 23% من السنتيمتر أوكي اطلع من هذا الفيتشر السكتش اضغط على هذه الفيتشر اكسترود و ثروت اول اضافات اخرى عندي هنا كذلك اكسترود كاب سكتش لكن نازل بمسافة اختار اسم الدائرة قطرها قطر هذه الدائرة 47 هنا راح اعطي مقدار كات اكسترود اختار هذا اف دي 0.5 زائد 0.83
ناقص 473 بعد عندي هذا الفلت من هذه الحافة، أضيف فلت، شوف هذه الحافة ما بيها فقط، الحافة هاي بيها فلت، اختار الفلت، طبعا ما خلي اشوف 5% مقدار الفلت، اوكي الان كملت رسم هذه العتلة أعزائي، وشكرا لكم ولإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.